اتكلمنا على نكمل الفي اس دي. ممكن في اس دي لو الام اي جايه في السبتم ممكن يعمل في اس دي، وده محتاج هيبقى فيه بانس ستوليك ميرمر ومحتاج انه يتعمل له ريبير، تمام، سيرجيكال ريبير. هو ممكن يكون متشابه مع الاكيوت ميترال ريجيرج برضو، بنفرقهم بتهيالي بالايكو. الاكيوت ميترال ريجيرج ده لو كان الام اي بانفرو بستيريور انفاركشن، اي ثينك انه كده هيأثر على البلاد سبلاي بتاع البابيلاري ماسل، فممكن ترابشر يعني يحصل فيها اسكيميا وترابشر ويعمل لنا حاجه اسمها الاكيوت ميترال ريجيرج، تمام. يبقى جاي باكيوت هايبوتنشن بالمونري ايديما، سيستول بتاع بيبقى الميرمر بتاعه ميد سيستوليك ايرلي تو ميد سيستوليك ميرمر. البيشنت ار تريتد وذ فازو دايليتر ثيرابي بات اوفتن ريكوير ايمرجنسي سيرجيكال ريبير. الحمد لله خلصنا من الكومبليكيشن بتاعت الايه الام اي. طيب ناخد سؤال تاني. Which one of the following statement regarding catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia is correct? الريستنج اي سي جي تيبيكالي شو تي ويف انفيرجن في الليدز 1 و2 و3، ده بتاع الرايت بيسموه اللي هو الاريثموجينيك، كان اسمه اريثموجينيك ايه؟ رايت فنتريكولر، رايت فنتريكولر، رايت فنتريكولر اريثموجينيك سندروم. رايت فنتريكولر اريثموجينيك سندروم ده اللي بيبقى معاه تي ويف انفيرتد في الليدز الاولانيه الواحد واثنين وثلاثه، في واحد واثنين وثلاثة. البيتا بلوكر ار كونترا انديكيتد في البيشنت ده، لا هي لاين من العلاج هي والاي سي دي. اذ اسوشيتد مع كليفت بالات، لا هي مش اسوشيتد مع الكليفت بالات. مش عارف الكليفت بالات هنا جايبينه ليه اصلا، هل في علاقه من قريب او من بعيد؟ مش عارف، بس هو مش عشان عشان المارفان سندروم اسوشيتد مع كليفت بالات، والمارفان سندروم في اورتيك ريجيرج ودايليتد اورتيك روت. يعني هو جايبه على ده مع المرفان يعني. ده بيبقى اسوشيتد مع المرفان كليفت بالات وسابلك سيتنج ليدز. انا قصدي في الامراض اللي هي الانهيرتد دي اللي بيموتوا فيها بدري، اللي هي زي الهاكم الهوكم والرايت فنتريكولار اريثموجينيك وده لا والبورلا، ملوش، ملوش علاقة فيهم صح؟ لا تمام. طيب in the majority of cases is due to defect في البوتاسيوم تشانل. لا هو مش في البوتاسيوم تشانل، القصه دي قصه مختلفه عن الموضوع البوتاسيوم تشانل. symptom generally develop before the age of 20 سنه. فعلا هو ده الاجابه. ونعمل ريفيو سريع للكاتاكوليمينيرجيك بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا. هو عباره عن inherited cardiac disease associated مع sudden cardiac death. هو inherited والمود بتاعته بتبقى autosomal dominant والبريفلانس من واحد في كل 10,000. الباثوفيسيولوجي most common cause هو الديفكت في ال راينودين ريسبتور، راينودين ريسبتور اللي هو ال RYR2 which is found في المايوكارديال ساركوبلازميك ريتيكولوم. الفيتشرز بتاعته ممكن الفيتشرز بتاعته يبقى اكسرسايز او موشن انديوس بوليمورفيك فنتريكولار تاكيكارديا ريزلتنج سينكوب او يحصل سادن ديس. سيمتوم جنرالي ديفلوب بيفور ذا ايج 20 سنه. المانجمنت بيتا بلوكر والاي سي دي. طيب سؤال تاني. 14-year-old boy is admitted with palpitation and it is known to have a long QT interval. His only past medical history is deafness. What is the likely diagnosis? وجايب syndromes كتيرة اللي هي ده بتاعي الجيريفايل لينج نيلسون سندروم، هو والرومانو دول اللي بيبقى معاهم اللونج كيو تي كونجينيتال، بس ده اللي هيبقى معاه السنسور نيورال ديفنس.
الباقيين مش عارف انتوا لو تفتكروهم ولا. الولف ده معروف، ده ملوش علاقة بالقصة دي، اللي هو الاكسسوري باثوي. والاوسلر ويبر رينديو سيندروم ده عدى معانا بس فين ومش فاكر انا بصراحة. الاوسلر ويبر سيندروم، طيب نبص في الكلو. هنا بيقول انهيرتد لونج كيو تي سيندروم معاه سنسوري نيورال ديفنس، يبقى انا بروح لجيرفايل اند لانج نيلسون سيندروم، هو اللي بيبقى معاه اسوشيتد وذ بروفاوند ديفنس سنسوري نيورال تحديدا وذ برولونجد كيو تي ان في انترفال. طيب كيو تي انترفال هنا بيتكلم على اللونج كيو تي انترفال، هي انهيرتد كونديشن اسوشيتد معاها بيحصل ديلي لريبولاريزيشن اوف فنتريكلز. is important to recognize as it may lead to ventricular tachycardia. So احنا نرجع it's important to recognize that it may lead to ventricular tachycardia وتروسو دي بوينت and can therefore cause collapse or sudden death. The most common variants of long QT اللي هو واحد واثنين و are caused by defects في حاجة اسمها الألفا سب يونت بتاعة البوتاسيوم تشانل اللي هي slow rectifying slowly rectifier potassium channel، وبتدينا abnormal corrected QT normal sorry a normal corrected QT وليها معادلة كده معينة كده، هي عموما في الميل المفروض تبقى less than 430 مللي سكند، في الفيميل تبقى less than 450 مللي سكند. اوكي ده معادله كده معينه، ودي الاسباب بتاعت البرولونج دي كيو تي. ممكن يكون كونجنتال زي التو سندرومز اللي قلنا عليهم اللي هو الجيرفايل لانج نيلسون سندروم، ده بيبقى معاه ديفنس سنسوري نيورال ديفنس تمام، والرومانو وارد سندروم ده بيبقى مش معاه ديفنس. اوكي في اذرز المهمين بقى اللي هي دراج انديوست القصه دي زي الاميودارون والسوتالول وكلاس 1 اي انتي اريزميك دراجز، تترا سايكليك انتي ديبريسنت، اس اس ار اي زي سيتالوبرام، الميثادون، كلوروكوين انتي مالاريال، ترفينيدين اظن انتي هيستامينيك، ماكروليز زي اريثرومايسين والهالو بيرادول والهوندا ستيرون، بتهيألي دول حاجات سايكليك او حاجات زي كده. لا الاوندا ستيرون ده اللي هو الزفران. الزفران انتي ايميتك. انتي ايميتك؟ انتي ايميتك. والهالو الهالو بيرادول بتهيألي ده سايكيك اتيبيكال انتي سايكوتيك. الهالو بريدول اللي بنستخدمه في الكوريا اتيبيكال انتي سايكوتيك. تمام انا عندي برضو جدول كويس هبعته على الجروب، مقسم الموضوع ده بطريقه احسن شويه. برضو في اذر زي الكترولايتس، احنا انا مقسمهم ان هم هايبو هايبو كالسيميا هايبو كاليميا هايبو ماجنيسيميا، دول هايبو. برضو اكيوت مايوكاردال انفاركشن مايوكاردايتس هايبوثيرميا سب اركنويد هوميريج، كل دول برضو بيعملوا ممكن يدخلونا في لونج كيو تي انترفال وتعمل اللي هي التروسات دي بوينت، ممكن يعمل تعمل سادن ديس. طيب الفيتشرز بتاعتها هنا هنا بيقول ان هي مي بي بيكت اب في الروتين اي سي جي اكسيدنتال، يعني في حاله او في حاله انه في انا بعمل فاميلي سكريننج، اللونج كيو تي 1 دي بتبقى بتيجي مع الاكزيرشنال سينكوب، التو اللي هي بتيجي مع الايموشنال تمام او مع الاوديتوري ستيمولس الاوبرا والحاجات دول، اللونج كيو تي 3 دي اللي هي بتحصل ات نايت وات ريست، وطبعا ممكن تيجي بسادن كاردياك ديث. طيب المانجمنت بتاعتها ان انا افويد الدراجز اللي بتعمل برولونجيشن للكيو تي انترفال وتعمل بريسيبتيشن للقصه دي، او الاذر بريسيبتيت زي الستيرينوس اكسرسايز ممكن اعالجها بالبيتا بلوكر او الاي سي دي، دول في الهاي ريسك كيسز.
بستخدم معاهم الاي سي دي. اوكي طيب المانجمنت قلنا هنا بتعاد الكلام. طيب هنا بيتكلم النون سيديتنج انتي هيستامينك اند كلاس كوز برولونجد كيو تي في البيشنت سبيشالي تيكينج اف اولسو تيكينج. يعني هو باختصار القصه دي يعني العيان اللي انت بتدي له انتي هيستامينك وسام تايمز بتدي له حاجه بتعمل بي 450 انزيم انهبيتور زي الماكروليدز مثلا، دول ممكن يكونوا على خطر انه يخشوا في كيو تي، يعني الكومبينيشن ده دينجرس كومبينيشن. طيب ناخد سؤال تاني. 62 year old man is admitted with pyrexia and found to have infective endocarditis. Which one of the following the most associated with good prognosis? ايه الجود بروجنوزز بتاع الانفكتيف اندوكارديتس بالنسبه للقصه دي؟ هل الاستافيلوكوكس اوريوس انفكشن وده اعلى واحد كان في المورتاليتي، وهل الكالتشر نيجاتيف اندوكارديتس وده برضو من ضمن الحاجات البور بروجنوزز لانه ممكن يبقى فانجس، هل الستريبتوكوكال فيريدانس دي المورتاليتي بتاعتها اقل حاجه بعد الاستاف والبوفيز، بتبقى هي الستريبتو فيريدانس بتاعتي تعمل 5% من المرتلز، فبالتالي الاجابه هتبقى هنا صح. لو كومبلمنت ليفل او بروستيك فالف دول برضو بور بروجنوز، بس انا مش عارف بصراحه ايه قصه اللو كومبلمنت، يعني انه انفلاميشن عنيف قوي فاستهلك الكومبلمنت يعني. مظبوط تمام. او بروستيك فالف ده برضو بيات بروجنوز. طيب هنا بيقول infective endocarditis streptococcal infection carries a good prognosis. البور بروجنوستيك فاكتور في الانفكتيف اندوكارديتس يا اما اللي هو ستاف اوريوس وزي ما نشوف تحت دلوقتي، او بروسيتيك فالف، او كالتشر نيجاتيف اندوكارديتس. اي ثينك ان هو قصده هنا يعني فانجس، صح دكتور نادر؟ اللي فيجيتيشن يبقى فانجس يعني. لا مش ضروري فانجس. كالتشر نيجاتيف. طب يعني مش جايه لوجيك ممكن يعني ممكن يبقى لا ممكن يبقى الهاس جروب اللي هم زي البونيلا تمام ممكن يبقى بعض الحاجات بعض البكتيريا برضو اللي بتدي كالتشر نيجاتيف ممكن يبقى هو خد علاج اساسا. لا ممكن يبقى خد علاج والعلاج ان افكتيف من كتره عمل الكالتشر نيجاتيف بس ستيل العيان فيه انفكشن وممكن يبقى فانجر فهو مش ضروري يكون فانجر. تمام صحيح. طيب هنا المورتاليتي اكوردنج الاورجانيزم زي ما قلنا الستاف بيعمل 30% الكاونت 30% والباول اورجانيزم زي البوفيز يعني او الجاليولوتيكاس دي بتاكونت 15% واقلهم اللي هو الاستريبت 5%. هنا بيتكلم بقى عن المانجمنت. انا هقول مانجمنت من غير قراءه طلع ولا على فهم كده، انا عاملها هنا في جدول ان انا اي حد بعالجه كانفكتيف اندوكارديتس في الاول لو هشتغل بلايند ثيرابي يعني من غير ما يكون عندي مش عارف ايه الاورجانيزم فهشتغل عليه امبيريكال يعني ابص هل هو عنده بروسيتيك فالف ولا هو نيتيف فالف. لو عنده بروسيتيك فالف احط في دماغي ان انا لازم ازود الريفامبيسين على العلاج بتاع النيتيف فالف، زود الريفامبيسين. طيب بالنسبه للنيتيف فالف هاخد ايه؟ استخدم معاه الاموكسيسيلين زائد الجنتامايسين، ولو كان عنده حساسيه من الاموكسيسيلين احط الفانكومايسين مكانه. اموكسيسيلين زائد جنتامايسين، ولو عنده حساسيه من الاموكسيسيلين نحط الايه؟ الفانكومايسين مع الجنتامايسين. لو كان بروستيك فالف قوم زود معاهم الريفامبيسين. طيب انا لو طلع عندي الكالشر وعرفت ان هو ستاف، لو طلع عندي وواضح ان هو ستاف نفس القصه لو بروستيك ولا نيتف. بروستيك قلنا هنزود الريفامبيسين، النيتف هعمل ايه؟ اشتغل عليه بالفلوكساسيلين زائد جنتامايسين، ولو عنده حساسيه من الامبيسيلين يبقى نشتغل معاه بالفانكو والجنتامايسين، ولو هو بروسيتيك فالف بنزود عليهم الريفامبيسين. طيب لو هو استريبت ليها قصه، لو هو ليس سنسيتيف ولا فول سنسيتيف؟ لو فول سنسيتيف
ما فيش داعي ان انا ادي برود سبيكترم يعني انتي بايوتيك هشتغل عليه بالبنزايل بنسلين اونلي، بينما لو كان ليس سنسيتيف اشتغل عليه بالبنزايل بنسلين وازود عليهم الجنت او ازود عليه الجنتا مايسن، ولو هو اليرجيك يبقى اشتغل عليه بالفانكو والجنتا. بس هو في الستريبت انا ما بستخدمش الريفامبيسين يا دكتور نادر. نعم ايه القصه؟ بقول في لو انا طلع عندي الكالشر ان هو ستريبت سواء ليس سنسيتيف او فول سنسيتيف، انا ما بستخدمش معايا الريفامبيسين خالص، يعني بستخدم معاه بس اللي في الفلوكساسيلين. لا لا بستخدم ال الفلوكساسيلين بلس ماينس جنتامايسين بس. تمام. طلع بقى ريزيستنت بستخدم الفانكومايسين. سوري طلع ريزيستنت او اليرجيك للفلوكساسيلين بستخدم الجنتامايسين، بستخدم فانكومايسين بلس جنتامايسين. ريفامبسين بستخدمه في البروستاتيك فالف. برضو كان في هنا كاتب معلومه انا شفتها في كتاب المغربي، كان كاتب انه تيكوبلانين ده مور افكتيف ذان الفانكو في حاله اللي هو الستريبتوكوكال اكتيفيتي. ما فيش هنا حاجه تقول كده يعني. لا انا شفتها في كتاب المغربي الحته دي. لا لا هو حتى كل الاسئله مرتبط بالقصه دي، سيبك من المغربي، يمكن هو اصل هو كمان ما عملوش تحديث من 2017. ايوه مش ابديتد صحيح. لا طيب ده باختصار لتريتمنت الانديكيشن اوف سيرجري، حاجه مثلا عملت دمار شامل زي سيفير فالفولار انكومبتنس، حاجه خطيره جدا زي الاورتيك ابسس، ريزيستنت للانفكشن او ريزيستنت للتريتمنت يعني تمام، او مركب حاجه خارجيه زي اللي هو البروستيك فالف، هم دول الانديكيشن بتاعت الايه السيرجري صحيح. هو انا مختصرهم بس هم مكتوبين بصراحه بتفصيل اكتر يعني، في انا كنت مذاكر الكارديو الاول من المغرب عشان كده النوتس بتاعتي عليه. طيب ناخد سؤال تاني. 36 year old man has present to emergency department with palpitation. His heart rate was 138 beats per minute and the ECG showed a likely supraventricular tachycardia. The registrar ask you to draw up 6 milligram of adenosine, which one of the following drug may reduce the action of adenosine, الدايبريدامول ولا البوبي فاكين ولا الامينوفيلين ولا الاميودارون ولا المونتيليكاست. اللي هيعمل ريديوس هو الامينوفيلين. بصيت على السؤال ده بس هو كاتب حاجه هنا يعني يا ريت لو حد عارفها، بيقول ان الامينوفيلين بيرديوس الافكت في ادينوسين وايل الدايبريدامول ده بينهانس الاكشن بتاعه. This is commonly remembered with mnemonic deer. انا مش عرفتش اوصل لها يعني دير قصده ايه بالظبط اختصار يعني دي دايبريدامول الباقيين ايه مش عارف. وبيقول هنا في كاين دول اند اذر كاينز اول اولسو انهانس الاكشن اوف ادينوسين. الاميودارون والمونتيليكاست ما لهمش دعوه بالقصه دي خالص. طيب الادينوسين ده موستلي يوزد دير دي الداي بيريدامول انهانس الايه الامينوفيلين ريديوس امينوفيلين ريديوس. ايوه تمام ثانك يو. يبقى داي بيريدامول انهانس والامينوفيلين ريديوس. اوكي شكرا دكتور. طيب الادينوسين هنا بيقول ان هو is the most commonly used to terminate اللي هي السوبرافنتركولار تاكيكاردياز. The effect of adenosine is enhanced by dibridamol اللي هو الانتيبليتلت ايجنت وبلوكد باي الثيوفيلينز. It should be avoided in عيانين الازمه، لو جالنا سيناريو انه في ازمه ما ينفعش اخد معاه ادينوسين، من ضمن الاعراض بيعمل برونكو كونستريكشن. طيب الميكانيزم اوف اكشن هو بيعمل بلوك للاي في نود عن طريق انه بيشتغل على الاي 1 ريسبتور الموجوده في الاي في نود ويتش انهبت بينهبت الادينايل سايكليز فيقلل السايكليك اي ام بي
فمن الاخر هيزود، هيعمل هايبر بولاريزيشن عن طريق ان هو هيزود النيجاتيفيتي اوف ذا سيلز بانه يعمل انكريز الاوت وورد بوتاسيوم فلكس. ادينوسين هاز فيري شورت هاف لايف من 8 الى 10 سكند، علشان كده لازما ايدلي بي انفيوزد فيا ا لارج كاليبر كانيولا due to short half-life. الادفيرس افكت بتاعته شست بين، برونكوسبازم، ممكن يعمل فلاشنج، وكان انهانس الكوندكشن داون اكسسوري باث واي ريزلتنج ان انكريز فينتريكولار ريت في حاله اللي هي الولف سندروم. انا مش عارف، مش فاهم الحته دي، معلش لو حد فاهمها يعني هو قصده ايه بالسطرين دول. بص يا دكتور حسن، هو دلوقتي الولف باركنسون وايت سندروم هو عباره عن ايه؟ في اكسسوري باس واي بتطلع، الباس واي العادي بتاع الامبلس الاي في الاس اي نود، الامبلس بتمشي في ويز اللي هي الانتر اتريال باس واي، الانتر اتريال باس واي دي بتتجمع كلها في الاي في نود. الاي في نود دي عباره عن حاجه فيها بيحصل ديلي للامبلس، يعني لو الاتريوم بينبض مثلا بيطلع بنسبة مثلا 100 بيت، الاي في نود دي بتهدي الامبلس وتدخلها للفنتريكل هادية وكويس. تمام. بيحصل ان يكون في اكسسوري واي، يعني واي تاني مفهوش الاي في نود، بيطلع من الاتريا للفنتريكل على طول، دي بنسميها الاكسسوري واي، او بنسميها ليها اسم تاني اللي هي كنت باندل. الباندل دي ما فيهاش بقى اي في نود، ما فيهاش الخلايا الهاديه دي اللي بتهدي السرعه. فبالتالي لو انا عندي عيان عنده مثلا اي اف او جاله اي حاجه سرعت الهارت ريت، المفروض الادينوزين ده بيعمل ايه؟ بيهدي الهارت ريت عن طريق انه بيشتغل على ايه؟ على الاي في نود. تمام. فهو لو انا اديته ده هيعمل ايه؟ هيهدي الاي في نود زياده، هيخلي كل الامبلس تروح عن طريق الاكسسوري على الاكسسوري، فبالتالي ممكن يدخل العيان في ريسك او في تاك او في اف. اي دواء بيأفكت الاي في نود زي الكالسيوم شانل بلوكر او زي الادينوزين او زي البيتا بلوكر is contraindicated في عيان ال WBW، عشان ما يحصلش منه ان الامبلس تمشي الناحية التانية ويحصل العيان ده يخش في ريسك او في تاك او في اف. تمام صح كده 100%. الله ينور عليك. طيب تالي ده اخر سؤال ليا، بعد كده الدكتور نادر بقى. A 75-year-old man present with a six week history of fever, night sweats, and lethargy. On examination, you note several Janeway lesions in his hand. There is a collapsing pulse, and you note an early diastolic murmur. You take multiple sets of blood culture and commence the patient on a broad spectrum IV antibiotic. For presumed infective endocarditis. طبعا احنا شكينا انه infective endocarditis وخدنا العينات، فايه خدنا العينات الاول بعدين ادينا الانتيبيوتيك. تمام. وعملنا ترانس ثوراثيك ايكو ايدنتيفيكيشن، ايدنتيفاي لارج فيجيتيشن في الاورتيك فالف وذ اسوشيتد مع اورتيك ريجيرشن. طيب يو نو ذا بيشنت هاز باك جراوند اوف ميتاستاتيك كولوريكتال كانسر and is currently receiving palliative chemotherapy. In light of the patient's past medical history, which of the following organisms are most likely to be responsible? هل هو الستريبت جاليوليتيكس ولا البروسيلا ولا الكوكسيلا ولا ستاف ابيدرميتس ولا الستريبت فيريدانس؟ قال الكي بتاع السؤال ده اللي هو الكولوريكتال كانسر، يعني حاجة بتبقى في الكولون، فهي اللي اتقالت له عن طريق انه الكانسر ده بيعمل ايروجن فتقلت البكتيريا من هناك، وهو هتبقى الستريبت جاليلوتيكاس، هي دي اللي بتبقى في الكولون، وهي
subtype من البوفيز. الستريبتوكوكس جاليولوتيكس is a subtype of streptococcus بوفيز, ودي strongly linked مع الكولوريكتال كانسر, وهي الكي cause of infective endocarditis in elderly and immunocompromised patient. اما بينما الستريبتوكوكس فيريدانز دي account 20% من الانفكتيف endocarditis. The two most notable viridans streptococci are اللي هي الميتس والسانجيونس. They are both commonly found في الماوث وparticularly في الدنتال بليك. We saw the endocardial caused by this organism linked مع البور دنتال هيجين. يعني لو جالنا سيناريو تاني بور دنتال هيجين تمام. طيب الكواجليز نيجاتيف اللي هم اللي استفيلوا كواجليز نيجاتيف استفيلوا كوكاي زي الابيدرميدس. دي commonly colonize indwelling line. Most common مع حالات الاندوكارتيتس في البيشنت اللي هم عندهم بروسيتيك valve following البروسيتيك valve surgery وما يبقاش عدى شهرين. لو عدى شهرين يبقى هو نرجع للستاف اللي هو كاتب المعلومه دي. مش هي هو لو واحد عامل سيرجري بروسيتيك فالف سيرجري ولو حصل له انفكتيف اندوكاردايتس وذن 2 مانث يبقى الابيدرميتس, اكتر من كده يبقى الايه الستاف اوري. صح يا دكتور؟ صح يا شباب ولا ايه؟ صح يا دكتور نادر؟ بص دكتور حسن, هو بالنسبه للعيان او بالنسبه اختصارا يعني لقصه الكوستيف اورجانيزم في الاندوكاردايتس, رقم واحد عيان جاي بنيتف فالف ما عندوش اي حاجه ومره واحده دخل في انفكتيف اندوكاردايتس. زمان كنا بنقول الستريبتوكوكس فيريدانس هي اكترهم, لكن حاليا الستريبتوكوكس فيريدانس مش اكترهم, اكترهم هو الاستافيل كوكس اوريوس. طيب في 20% من الحالات بيجي لها فيريدانس سواء على نيتف فالف او على انفكتد فالف. ده غالبا القصه بتبقى بتاعته في مشكله في الهياجين بتاع الفم, فبالتالي بيجي له الفيريدانس ستريبتوكوكس فيريدانس. يبقى الموست كومن الاوريوس, 20% بس الفيريدانس اللي هي كانت زمان موست كومن. طيب يعني هي بقت نمبر 2 دلوقتي صح؟ ايوه. لو العيان ده عامل open heart وجاله infection خلال شهرين من الopen heart, غالبا دي النوع اللي هو coagulase negative اللي هي staphylococcus epidermidis, هي دي اللي بتيجي perioperative وخلال شهرين من العملية. لكن لو العيان prosthetic valve وعدى أول شهرين هيخش تحت نطاق الكومن اللي هي staph aureus. لو العيان ده عنده مشكلة كولون زي الكولوريكتال كارسينوما سبيشالي, العيان ده غالبا هيجيله الستريبت بوفز او اللي هي السب تايب منها الجالوليتيكس. يبقى كده جالوليتيكس او بوفز دي مع الكولوريكتال كارسينوما. إبيدرميدس لو العيان مركب فالف خلال شهرين. ستاف أوريوس أكترهم هي الموست كومن حاليا. ستريبت فيريدانس هي 20% فقط حاليا, وهي بتيجي عن طريق الفم لأن هي نورمال فلورا ومنها السب تايبس بتاعها اللي هي السانجوينس. بس كده. الله ينور. طيب هو هنا بيتكلم على الانفكتيف اندوكارديتس, بيقول هو ذا سترونجست ريسك فاكتور لموضوع الانفكتيف اندوكارديتس. هنا يبقى في عندي بريفيوس ابيسود للاندوكارديتس, يعني يبقى بريديسبوز هارت اظن يعني كده صح. هو بيقول لك ان اكتر حاجه, اكتر عيان معرض للاصابه بانفكتيف اندوكارديتس اللي جات له قبل كده. صحيح. طيب هو ايه, انا كنت عارف انه الانفكتيف اندوكارديتس لازم يتوفر فيه تو كومبوننت, يعني يبقى فيه انفكشن
اللي هو الاورجانيزم. اثنين لازم يبقى فيه بريديسبوز هارت، يعني يبقى فيه عنده روماتيك هارت فالف ديزيز او بروستاتيك فالف، او يبقى عنده كونجنيتال هارت ديفكت زي في سي دي مثلا، او هو يبقى فعلا كانوا بيقولوا كده زمان، لكن حاليا لقوا ان مش شرط. مش شرط. بس اللي هو مش شرط ده مش هينطبق عليه يعني في البريفيوس، يعني في النورمال فالف، مش اللي هم بس اللي هم بيبقوا مع الاي في دراج ابيوزر، ان هو بياخد فبيضرب غالبا الرايت سايد كمان. لا، عادي. ان جنرال عادي يعني، ممكن اي 50% هنا بيقول تيبيكالي ايه اكيوت بريزنتيشن بيبقى الميترال فالف نوت، هو الميترال فالف ده الموست كومون افكتد الميترال. اوكي طيب، هنا طبعا الاورجانيزم اللي حضرتك فصلتها، ودول اللي هم الاتيبيكال اورجانيزم اللي هم الكوكسيلا الهاك جروب دي، اللي هي الهوموفيلوس، والاي اللي هي الاكتينوباسيلس، والسي اللي هي الكارديوباكتيريوم، والاكينيلا دول الكالتشر نيجاتيف اللي كنا بنتكلم عليهم، دول اللي الكالشر هم نيجاتيف. بور اه اللي احنا اللي هي وان اوف بور بروجنوزز. ايه هم الكالتشر نيجاتيف؟ يا اما براير انتيبيوتيك ثيرابي، يا اما كوكسيلا، يا اما بارتونيلا، يا اما بروسيلا، يا اما الهاس جروب بقى اللي هو الهيموفيلس والاكتينوباسيلس والكارديوباكتيريوم والاكينيلا والكينجل. تمام. طيب انا لغايه كده انا خلصت الاسئله بتاعتي. دكتور بقى نادر، اتفضل بقى، اتفضل يا فندم. هو الناس طيب ايه؟ انا حاسس الناس تشبعت ولا ايه الدنيا؟ يعني في خضرة عندكم تاني ولا ايه؟ يعني اول يوم طب كارديو كده، الدنيا نعمل ايه؟ براحتكم يعني. emergency department with severe central crushing chest pain by the time he arrives on the medical admission unit he is pain free. He had myocardial infarction 2 years ago. Additionally, he has type 2 diabetes mellitus, hypertension, hypercholesterolemia. His brother died of MI at similar age. His repeat precipitations include aspirin. Prescriptions include aspirin, metformin, ramipril, amlodipine, and atorvastatin. On examination, he looks pale and sweaty. On auscultation, he has vesicular breathing and normal heart sounds. He's overweight. His oxygen saturation are 98% on air. Respiratory rate 14 breaths per minute. Blood pressure 150/88, يعني عالي شوية. Heart rate 90 per minute, and his blood sugar is 22.5 millimole. There are no ischemic changes on ECG. However, 12-hour troponin is elevated. The admitting doctor has already given aspirin, clopidogrel, and fondaparinux. What is the next step in the management of this patient? Hal IV nitroglycerin infusion, yani, or 15 liter oxygen via non-repress mask, or primary PCI within 4 hours, or additional dose metformin, ولا انجيوغرافي وزن 96 اور. وقبل ما نجاوب لازم نعرف هل العيان ده اللي هو كان بريفيوس ام اي زمان من سنتين وعنده باد فاميلي هيستوري وعنده ريسك فاكتورز دايابيتس وهايبرتنشن وهايبر كوليستراليميا وجيب شيست بين وعنده تروبونين عالي بس الاي سي جي بتاعته ما فيهوش سيجنيفيكانت تشينجز، هل العيان ده هو اكيوت كورونري سيندروم؟ هل العيان دوت السي تي ام اي، السي تي اليفيشن ام اي،
ولا العيان ده نون اس تي اليفيشن ام اي، ولا العيان ده انستيبل انجينا؟ نون ستيمي. مظبوط، العيان نون ستيمي. يبقى العيان النون ستيمي دلوقتي انا هحطه على ريسك فاكتور، الريسك فاكتورز بتاعته عاليه، فالعيان ده المفروض اني انا هعمل له بلاننج، اني هعمل له قسطره خلال 96 ساعة، اللي هو 60 اللي هو 96 hours. بنحسبها ازاي؟ احنا بنشوف العيان ده الجريس ريسك سكور بتاعه قد ايه. لو هو اكتر من 3% في ال 6 months يبقى معنى البروديكتد مورتاليتي، يعني في ال 6 months مور ذان 3% يبقى معنى كده العيان ده moderate to higher risk of adverse cardiac event، وبالتالي العيان ده لازم يبقى بلانينج لانه يعمل بي سي اي ويركب دعامه خلال، او يعني حسب بقى ما يظهر في البي سي اي، هل هيركب دعامه في الانجيو يعني ولا هيتبعت فور اوبن هارت. لكن العيان ده في كل الاحوال الانجيوغرافي وزن 96 اور، الاكسجين مش هيفيده قوي، الاي في نيتروجليسين مش مفيد لان هو الشيست بين راح واحنا بنديه هنا بس عشان ريليف للشيست بين. البرايمري طبعا الاكسجين بنستخدم المورفين يا دكتور نادر في الـ في الـ يعني في حاله الاتاك دي والقصه دي هنستخدمه، بس العيان الشيست بين راح لا في داعي لان استخدم نيتريت ولا في داعي لان استخدم مورفين. النقطه الثانيه العيان الاكسجين بتاعه 98% مش محتاج دكتور نادر بقول لك العيان مش لهو لهو اس تي ام اي علشان ادخل اعمل له برايمري بي سي اي، او العيان هيمودايناميكالي انستابل او شوكد هخش بدري خلال 4 ساعات. اديشنال دوز ميتفورمين ملوش قيمه طبعا، ايه لازمته في القصه دي؟ علو السكر هنا نتيجه الانسلت اللي موجود. فهنا الانجيوغرافي ويزن 60 ويزن 96 اور از ذا بيست تشويس. انت بتقول الجلوكوز هنا مرتفع نتيجه ايه يعني؟ ستريس، نتيجه الام اي. نتيجه الاسترس. تمام. اوكي. كنا لو العيان الاستيم ان نون ستيمي شوك دي بندخله البي سي اي خلال 4 ساعات. لان هنا انت بيكون الليجن عامل لك هارت فيلير، غالبا الليجن بيبقى فيه مشكله مقلل خالص الكونتراكتيليتي حتى لو هو نون ستيمي. طيب السؤال الثاني، لو هو البيشن الريس سكور انا عارفه ان هو المفروض لي زي كالكوليتر كده وبنحط عليها بنحسبها على الموبايل. تمام. طب احنا في الامتحان المفروض يعني بنبقى